صالحة قصين أول سيدة تقف على خشبة المسرح في مصر وفي الوطن العربي. ولدت صالحة قصين في 18 مايو سنة 1878 ميلادية في القاهرة، واكتشفها محمود حجازي شقيق الفنان الكبير سلامة حجازي، وعرفت بجمالها الأخاذ حين ذاك. كانت أول امرأة تمثل في المسرح المصري بدلا عن الرجال، لتصبح السيدة الأولى وقوفا على الخشبة في مصر وفي الوطن العربي طبعا بصفة عامة. شاركت صالحة في عام 1904 مع سلامة حجازي في مسرحية ضحية الغاوية، كما شاركت مع فرقة عزيز عيد في مسرحية الملك يهرب، ومع الفنان الرائد الكبير نجيب الريحاني قدمت عدد كبير من المسرحيات عشان تبقى معاه سيدة المسرح العربي الأولى. رحلتها مع السينما كانت مميزة جدا. مثلت صالحة قصين في أكتر من 180 فيلم. في الثلاثينات شاركت في أفلام الأبيض وأسود وأنشودة الراديو عام 1936 ودنانير عام 1939. أما في الأربعينات شاركت في أفلام على مسرح الحياة عام 1942 وقصة غرام والبني آدم عام 1945 وغيرها من الأفلام المميزة. واستمرت في الخمسينات والستينات بتقديم أدوار متنوعة زي إلهام سنة 1950 وعروس المولد سنة 1954 وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين سنة 1958. قدمت صالحة قصين العديد من الأدوار والشخصيات في الدراما المصرية، واشتهرت بدور العجوز ضعيفة السمع أو العجوز الماكرة اللي ضحكتنا كتير في المشاهد بتاعتها. الفنان الكبير نجيب الريحاني حبها وأشار إليها في مذكراته بأن هي حبه الأول. أصيبت صالحة قصين بمرض الزهايمر في أواخر حياتها ورحلت عن عالمنا في 9 إبريل سنة 1964 عن عمر يناهز 85 عام، بعد رحلة كبيرة مليئة بالعطاء والإبداع، لكن أثرها الفني مازال حاضر في قلوبنا وفي عقولنا.